عدنان الجزوني أستاذ التعليم العالي بكلية علوم التربية، منسق ماستر تربية دامجة وتكوين في مجال الإعاقات. عقدنا هذا النهار ندوة تفاعلية حول السياسات العمومية وأدوار الفاعل المدني بمشاركة الأستاذ عبد الملك أصرح، باحث في المجال وفاعل حقوقي، طبعا في إطار الذكرى 40 لتأسيس كلية علوم التربية. كما لاحظتم حاولنا من خلال هذا الندوة تعرض لمجموعة من القضايا الأساسية اللي كتهم السياسة العمومية، التطور ديالها التاريخي، وأهم القضايا الكبرى المطروحة حاليا على مائدة يعني الفاعل الحكومي، وكيفاش كيشوفها الفاعل المدني، وكيفاش كيشوف الأدوار ديالو من أجل تحريكها والتفاعل والترافع حولها. هذا هو باختصار شديد ما استغرقته هذه الندوة هذه حوالي ساعتين ونصف من التفاعل بين الأستاذ عبد الملك وبيني. عبد الملك الصريح، باحث في مجال الإعاقة وناشط حقوقي مدني. طبعا هذه الندوة كان الهدف ديالها واضح، هو مقاربة موضوع السياسات العمومية الموجهة للأشخاص وضعية الإعاقة في المغرب من خلال نقاش تفاعلي مع طلبة وطالبات الماستر التربية الدامجة وتكوين في مجال الإعاقة بصفة عامة من زاوية متعددة. أولا معرفة ما هي مكونات هذه السياسة، ما مستوى تطبيقها وتنفيذها في المغرب، هل تخضع للمعايير الدولية والمفاهيم الجديدة المتعلقة بالإعاقة. كاستنتاج كخلاصات أنه الطلبة والطالبات لهم اهتمام خاص بهذا الموضوع، طبعا هناك تراكم معرفي عند الطلبة والطالبات من خلال التكوين ومن خلال التجارب المهنية ديالهم وغيرها، وأيضا طبيعة الانشغالات المركزية الذي أثارني كثيرا هو درجة الأسئلة المركزة حول دور المجتمع المدني، لأنه الكثير من الأسئلة كانت حول دور المجتمع المدني، هل يقوم بدوره، هل هو ما يقوم به الآن هو الدور ديالو، هو دور الدولة، شنو هو الترافع إلى غير ذلك. كذلك النقاش حول القوانين الإطار القانوني والإشكاليات اللي كطرح القانون، المشروع التربية الدامجة والإشكاليات اللي كطرح، وأيضا الموضوع الجديد اللي هو إرساء نظام تقييم جديد للإعاقة، اللي هو مشروع في طور التطوير اللي غادي يخرج قريب، اللي كيبدل بطريقة كبيرة جدا الطريقة اللي كانت تعاطوا فيها مع الإعاقة في المغرب. ويدين الأنصاري، طالبة في سنة أولى ماستر تربية دامجة وتكوين في مجال الإعاقات. اليوم الندوة خاصة يعني بموضوع السياسة العمومية المندمجة في مجال الإعاقة. بالنسبة لهاد السياسة العمومية المندمجة، جاءت بها الحكومة كواحد استراتيجية يعني للنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يعني جاء من بعد منها كإجراء تطبيقي المخطط الوطني 2017-2020 اللي يشمل مجموعة من البرامج في جميع القطاعات وأوراش كبرى التي تهتم بمجال الإعاقة، منها ما تم تنفيذه ومنها ما تم يعني تركه حبرا على ورق. وبصفة عامة يعني كاين واحد تطور نلحظه. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.